واللي قبلها، ودول ناس طبعا محترمين جدا وشغلهم عالي، فاحنا جايين نكمل شغلهم. الطموحات بتاعتنا ان مفيش بطوله تبقى بره النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، سواء بطوله القاهره او بطوله الجمهوريه، في بعض الفرق عندها بطولات كاس مصر ان شاء الله. فده اللي احنا بنشتغل عليه، ان كل البطولات ان شاء الله الاتحاد عاملها تبقى من نصيب النادي الاهلي. بدانا الموسم بدا ببطولات، وبدات تلعب في منطقه القاهره، مين كان فرقه بدات عندك؟ اللي بداوا عندي ثلاث فرق، 2006 و2006 باء بي يعني و2008. اول ثلاث فرق بداوا عندك ماشيين ازاي في الدوري؟ 2006 ماشيين كويس جدا على فكره. 6 باء دي 2007 بتلاعب معظم المطبورات بتاعتها 2006، اللي هي يعتبر به عندنا في النادي الاهلي. أيوة. هي 2007 مش 2006. فدول لما بيلعبوا على ناس اكبر منهم فدي حاجه كويسه، وعاملين نتائج هايله بصراحه. ده عشان لما يجي يتضموا يبقى انت لعبت الفرقتين اكبر ماتشات، يبقى انت عندك قاعده عريضه تعرف تختار الاحسن منهم. وده اللي احنا بنشتغل عليه، و2006 بنتعامل معاها ان هم فريق كبير، و2007 ده فريق كبير. سيستم الشغل معانا ان انت بتلعب بتوصل الولاد او ان شاء الله الابطال ان هم بيلعبوا في فريق كبير مش فريق ناشئين. فكل شغلنا سواء احمال او حاجه ده بيتعامل معاهم ان هم فريق اول مش ناشئين. مش ناشئين. اكيد النهارده واحنا بنبص على فرق النادي الاهلي اكيد في نقط مهمه بتحطوا عليها سبوت انت وكابتن عاصم حماد عشان القطاع ده يفرز اللي محتاجاه فرق الدرجه الاولى. شايفين القطاع ده هيفرز ايه؟ هيطلع ايه؟ اللعيبه اللي متواجده فيه هتوصل فين؟ انا عارف كلهم منتخب مصر، لكن عايز اعرف من حضرتك. السياسه بتاعت النادي دلوقتي ان احنا بنجدد الفريق الاول. والتجديد ماشي كويس، وان شاء الله على المدى القريب جدا هيبقى فرقه الاهلي ان شاء الله. انا بقول لك بوعدك تبقى رقم واحد في مصر. فده احنا بنكمل شغل بعض، كابتن عاصم بنشوف رؤيته ايه، واحنا بنقعد مع بعض ايه اللي مطلوب من كل فرقه، ايه اللي محتاجينه من كل لعيب، المراكز اللي ناقصه في الفرق الاكبر بنكملها من الفرق الصغيره اللي عندنا. وده شغل كويس جدا وشغل محترم هيفيد كل مراحل اللي موجوده في النادي الاهلي. اولياء الامور مش هقول هم عائق، بالعكس هم بيكونوا سبورت جدا، بس اكيد كل ولي امر او كل عضو نادي محتاج ان ابنه يكون متواجد داخل الفريق. تقول لي ايه لاولياء الامور النهارده يعني في بدايه موسم، تقول لهم ايه؟ يخفوا على الولاد، يزيدوا مع الولاد، يكلموا ازاي يعني؟ هي اولياء الامور احنا مش، انا عن نفسي مش هقدر اقول ان هم عائق. هو كل ولي امر عايز ان يبقى ابنه رقم واحد في اللعبه او رقم واحد في مكانه، وده حقه يعني. هو بس بنستسمحه ان يبقى عنده ثقه في الناس اللي موجوده، وابنك هياخد حقه. معلش ابنك، فكرتني بابنك، ابنك مروان اخباره ايه؟ لا كويس تمام. كويس؟ واقف معاك كويس في الحياه؟ طبعا واقف جدا كويس، وهو بعيد عن الهاندبول يعني عشان نبقى كويسين يعني. لازم اسال على رد كابتن بيتهيألي ان هم ولادي. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل.